بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا نواصل حديثنا بحمد الله تعالى حول السؤال الذي طرحناه: ماذا تعرف عن اليهود؟ في حلقتين سابقتين بينا كيف كان تعامل اليهود مع ربنا عز وجل من كفر به ونقض لعهده ومخالفة لمواثيقه، بل وكذلك نقضوا عهدهم مع الأنبياء ومع سيد الأنبياء عليه صلوات رب الأرض والسماء وعليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. ونواصل الحديث وسنتناول كيف تعامل اليهود مع الأنبياء بصورة أوسع. قال الله عز وجل: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه في سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عياذا بالله تعالى من الكفر ومن الإساءة إلى الأنبياء. خلي بالك، اليهود ما وصلوا إلى مرحلة قتل الأنبياء إلا بعد أن ارتكبوا الجرائم والمنكرات. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن كل معصية تجر الأخرى، الصغيرة تجر صغيرة والصغيرة الأخرى تجر كبيرة والكبيرة أكبر، وهكذا إلى أن وصل بهم الحال أن استهانوا بالأنبياء وقتلوا. اسمع هذا الحديث الذي ذكره ابن كثير في تفسيره وسنده عند ابن أبي حاتم. قال عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو رجل قتله نبي. يقتل نبي أو يكون مقتله على يد نبي، هؤلاء أشد الناس عذابا. ثم تابع الحبيب عليه الصلاة والسلام حديثه فقال: يا أبا عبيدة، إن بني إسرائيل عمدوا إلى 43 نبيا فقتلوهم من أول النهار في ساعة واحدة، فقام إليهم 170 من صلحائهم فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقام بنو إسرائيل بقتلهم في آخر النهار. في يوم واحد قتلوا كم؟ 43. وكم من الصالحين؟ 170. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، إلى آخر الآية التي تلوناها. قتلوا من الأنبياء أشعياء وأرميا ويحيى وزكريا عليهم صلوات الله وتسليماته. قتلوا أرميا رميا بالحجارة، لأنه أنكر عليهم المعاصي التي يرتكبونها. قتلوا أشعياء بأمر ملك لهم
فنشروه بالمنشار على جذع شجرة. يحيى عليه السلام قال له الملك: نريد منك فتوى. ما هي؟ يريد الملك أن يتزوج من ابنة أخته. هو قالها، وهذه محرمة في دين الله تعالى. زكريا يحيى عليه السلام رفض، قال: هذا لا يحل في دين الله تعالى. فأمر الملك بعض جنوده فقطع رأس يحيى عليه السلام وجعله في طبق وأعطوه هدية لتلك المرأة. زكريا عليه السلام أراد أن يدافع عن ابنه يحيى عليه السلام قبل أن يقتل فقتلوه. أفكلما، خلي بالك من اللفظة القرآنية، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. الفتوى بتاعة أرمياء ما وافقت الهوى، فتوى يحيى عليه السلام ما وافقت الهوى. الأنبياء كلهم يأتونهم بأوامر ونواهي تخالف أهواءهم فيقتلون. بعدين كلما دي معناها استمرارية، يعني مو مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا عشرين، كلما جاء. إذا قلت لك: كلما جئتني أكرمتك، أو كلما جاء زيد أكرمته، ماذا تفهم العبارة؟ معناها لا يمكن أن تأتيني يوم أو يأتيني زيد يوم من الأيام فلا أكرمه. فاللفظة بعدين تكررت في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي غيره: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، بما لا تهوى أنفسكم. إذا لابد، بارك الله فيك، الدين يخالف الهوى، لابد أن يأتي في الدين ما يخالف هواه. دين الله لا يمكن أن يأتي على أهواء الناس، وإنما يأتي بالحق. استكبرتم على الحق ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا عيسى عليه السلام، زعموا قتله، أرادوا قتله، حاولوا قتله. وفي القانون الجنائي من هيأ نفسه وهيأ أسبابه لارتكاب الجريمة فحالت دونها أسبابا غير في ليست في إرادته هذا مجرم. بل هم يتفاخرون بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام، لكن الله رد عليه وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له. ولكن في الحقيقة هم في حكم من قتل عيسى عليه السلام. الله تعالى نجاه. واسمع القصة: لما قام عيسى عليه السلام يدعو بني إسرائيل إلى الله تعالى وإلى توحيده وإلى نبذ المحرمات، وتأكدوا أنه رسول الله حقا وصدقا، جعلوا يضايقونه أينما ذهب، حتى إنه عليه السلام اضطر إلى أن يسيح في الأرض، فما ساكنهم في بلدته، جعل يسيح بين البلاد، أذوه أذى شديدا. فلما عجزوا عن قتله ذهبوا إلى ملك دمشق، قالوا له: ظهر رجل في بيت المقدس في المدينة المقدسة صاحب فتنة ويثير الشعب عليك. فأرسل الملك بعض جنوده، ملك دمشق أمر ملك بيت المقدس أو أمير بيت المقدس أن يقتل هذا الرجل الذي جاءني خبره. فأرسل أمير بيت المقدس جنوده ليقتلوا عيسى عليه السلام، فداهموه في غرفة وكان معه 12 من الحواريين، وقد أخبره الله تعالى بما سيكون.
قال عيسى عليه السلام للحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام شاب وهو أصغرهم سنا قال: أنا يا روح الله. فأعاد الكلام، قال له: اجلس. ثم أعاد الكلام مرة أخرى فلم يقم أحد إلا ذلك الشاب، ثم قام في المرة الثالثة قال: إذن أنت هو. فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على ذلك الشاب، وجاءت الملائكة ورفعت عيسى عليه السلام من روزنة في البيت فتحا في السقف، وبعدها بقليل داهم الجنود البيت فوجدوا ذلك الشاب فظنوه عيسى المسيح عليه السلام فقتلوه. وكان الملك قال: اقتلوه واصلبوه واجعلوا على رأسه الشوك. ففعلوا به هدفا، قتلوه وصلبوه وجعلوا على رأسه الشوك. لكن بعد ذلك احتاروا، قالوا: أين إذا كان هذا الشاب الذي نعرفه فأين عيسى؟ وإذا كان هذا عيسى فأين الشاب؟ لأن هناك رواية تقول أن الذي ألقي عليه الشبه رجل يقال له يهوذا الإسخربوطي. يهوذا الإسخربوطي كان يتظاهر بصحبة عيسى عليه السلام وهو جاسوس من جواسيس الملك، فألقي الشبه على هذا الجاسوس الذي هو في الظاهر حواري وهو ليس منه. فبعد ما قتل قالوا: أين صاحبنا؟ ولكن لكفرهم وعنادهم ادعوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. الآن أسألك سؤال: مجرد دعوة بأنهم قتلوا نبي من الأنبياء، أليس هذا كفر بالله تبارك وتعالى؟ فأذيتهم للأنبياء لم تتوقف في التكذيب، قتلوا عشرات الأنبياء إن لم يكن ألوف الأنبياء، لأن الله تعالى بعث فيهم. خلي بالك، جاء حديث سأله بعض العلماء أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، الرسل فقط 317 من هؤلاء الأنبياء، ليس كل نبي رسول. وأكثر الأنبياء في بني إسرائيل ما بين يعقوب عليه السلام وإلى المسيح عليه السلام، عيسى هو خاتم أنبياء بني إسرائيل ألوف. كل هؤلاء تعاملوا معهم اليهود بأبشع معاملة وأسوأ معاملة إلى درجة القتل كما كررت الحديث. بعد ذلك ماذا يريد المسلمون من اليهود إذا كان هذا هو ديدنهم مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وتسليماته؟ أبعد ذلك ينتظر المسلمون أن يحترم اليهود أحدا من البشر؟ خلي بالك، الله جل جلاله وتباركت أسماؤه أمرنا بأن نوقر الأنبياء، أن نعظم الأنبياء، أن نجلهم، أن نؤمن بهم، أن نطيعهم، أن نجعل لهم مكانة خاصة، تعامل خاص. هذا كله ضرب به اليهود عرض الحائط وجعلوهم أقل منهم شأنا. تلك أخطاء. كم آذوا موسى عليه السلام يا رجل، كم آذوا موسى عليه السلام؟ ذكرنا في الدرس السابق اتهموه بأنه مصاب بالبرص، اتهموه بأنه قتل هارون عليه السلام. فعلوا مع يعني بعدما نجوا من البحر مباشرة قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لسه يدوبك شايفين الآية بتاعت انفلاق البحر، البحر انفلق 12 فلقة، 12 لهم 12 سبط أو 12 قبيلة، العرب يسمون القبائل قبيلة، اليهود يقولون سبط في مقابل قبيلة، 12 مجرى صحة العبارة يابسة، خرجت كل قبيلة بمجرى منها. مجرد ما انتهوا في الشاطئ الآخر
رأى جماعة يعبدون إله، رأوا هؤلاء اليهود جماعة يعبدون الله، يا موسى اجعل لنا إله كما هم آلهة. أين أقول بعد رؤية هذه المعجزة؟ إذن هؤلاء اليهود لا يرضعهم شيء، ولا يعجبهم شيء، ولا يحترمون شيء، ولا يعظمون شيء أبدا. منذ أن وجدوا وإلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة، تاريخهم أسود من الليل البهيج، وقلوبهم أشد سوادا من الفحم المتفحم. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن نحلل نفسيات هؤلاء اليهود الذين تعاملوا مع أنبياء الله ورسله بهذا التعامل الأحمق السيء الذي يدل على كفرهم بالله، الذي يكفر برسول واحد وكافر بجميع الرسل، الذي يكفر بنبي واحد وكافر بجميع الأنبياء. هم يتبجحون بأنهم قتلوا المسيح، مش كفر فقط أننا كذبناك، لا، يفتخرون بأنهم قتلوه وهم ما قتلوا. فإذا كان هذا حالهم مع الأنبياء والرسل، فكيف سيكون حالهم مع غيرهم؟ لعل اكتفي بهذا. نسأل الله يعيننا إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا بالسعادة أجالنا، بلغنا ما يرضيك عنا، وصلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.